مراد وينه؟ لسه ما اجا. وامتى بيجي؟ كرم لو سمحت تعال خلينا نحكي شوي. لسان ما في شي لنحكيه. كرم قلت لك تعال. ما في شي، معصب شوي. إذا مفكرة إنك بدك تمنعيني بتكوني غلطانة، فهمتي؟ طيب بس ممكن تهدي حالك شوي. لك هي البنت مكذبة علينا كلياتنا، شو بدك تقولي لي؟ يلي صار مو محتاج لشرح. كرم شبك؟ اهدى. اهدى شوي. أنت ما لازم تتسرع. بالأول بدي تسمع مني. بعدي عن طريقي. ما رح خليك تحكي ولا كلمة. كرم، اسمع شو رح أقول. حتى لو حياة كانت مكذبة على مراد، أكيد في عندها أسباب الخاصة، ما هيك؟ بيسان الكذب كذب شو ما كانت الأسباب. دخلت على الشغل بهوية وحدة تانية وضحكت على مراد. مو بس على مراد، ضحكت علينا كلنا. وبعد كل هذا لسه بدك ياني. شوفي كريمة خانم، حضرتك من إمتى هون واقفة؟ من الوقت اللي لازم أعرف فيه حقيقة اللي صاير. الحقوني انت وياها. هي هي كل القصة وبالتفصيل. ما في شي بخوف. كيف ما في شي؟ احكوا شو هالحكي هاد؟ حطيتوا حفيدي بموقف صعب ما بينطلع منه وبتقولي لي ما في شي؟ أعطيني هالهوية بسرعة. كريمة خانم لا تحكي لمراد على اللي صار، بترجعكي. ما تردي عليها، مراد لازم يعرف كل شي. خبري يا خانم، تفضلي. مستحيل. بترجعكي لا تقولي له، إذا عرف حياتي بتنتهي. قلت لك هاتي الهوية. وانت كرم ما رح تحكي لأي حدا عن الشي اللي عرفته، وبالذات لحفيدي مراد. واذا صاروا خبرته انت بتعرف شو اللي حيصير. رجليك التنتين تكسرن. بيستاهل والله. وانت كمان اذا بتخبري حدا على الشي اللي صار ما رح تلومي غير حالك. وحضرتك اعمل مثل ما قلت لك وبس. أنا عندي أسبابي اللي بتخليني أعمل هيك. عفواً، وشو هي الأسباب؟ احكي لنا لحتى نعرف. إلزام حدودك ولا عاد تتدخل بهذا الموضوع. رح أتصرف، لا تشغلوا بالكم. وهلأ أعطوني عنوان بيت حياة بسرعة. طيب حاضر.